أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: يوجد في بعض كتب المذاهب الأربعة بعض المسائل العقدية على خلاف ما كان عليه السلف كالتوسل بالذوات والدعاء بالجاه وغيرها، فهل من أخذ بها ونشرها في دروسه ينكر عليه أم لا؟ هذا ليس من كلام السلف، إنما هذا من المؤلفين المتأخرين الذين تأثروا بالصوفية وتأثروا بالقبورية، فهو من تأليف المتأخرين. أما تأليف السلف كالأئمة الأربعة ومن قبلهم ومن حولهم وفي معاصرهم ما تجد فيها هذه الأشياء، خالية من هذه الأشياء. نعم، وأنا قلت لكم إن ينتسب إلى الأئمة الأربعة في الفقه من ليس على مذهبهم في العقيدة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.